سكينة سوان بطنجة يشتكون من الفوضى التي يسببها مراهقون بمحيط مدرسة ابن خلدون. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى لا تفوتكم الأخبار الجديدة. يشتكي سكان حي سواني بطنجة من الفوضى التي يتسبب فيها عدد من المراهقين والفتيان الطائشين بمحيط مدرسة ابن خلدون، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على الأطفال والتلاميذ والسيارات التي تكون مركونة هناك. وأدفر فيديو صوره أحد المواطنين قيام بعض المراهقين بالرشق بالحجارة والضرب بالهراوات في الشارع العام، مما كاد أن يؤدي إلى إصابة سيارات وممتلكات المواطنين. ويطالب السكان بدوريات أمنية خصيصة لإيقاف هذه الفوضى ومتابعة كل من يتورط في إحداثها حتى لا يتحول إلى ظاهرة قد تؤدي إلى إصابات وعاهات مستديمة وخسائر مادية وربما بشرية. وقال بعض سكان الحي أن أمر هذه الفوضى يتكرر، وهو ما يتطلب تدخلا أمنيا عاجلا لمحاربته.